السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي مع بعض موقع اسمه forefront.ai. الموقع دوت بيتعامل فيه مع الذكاء الاصطناعي، والميزة ان هو بيخليك الذكاء الاصطناعي دوت يتقمص شخصية معينة، ممكن تكون شخصية حقيقية زي مثلا بيل جيتس، زي مثلا اينشتاين، او شخصية تاريخية زي نابليون بونابرت او سقراط، او ممكن تقول له انا عايز مثلا اتكلم مع خبير سوفت وير، انا عايز اتكلم مع حد مثلا يكون متخصص في الميديا وهكذا. والميزه ان هو بيشتغل بشات جي بي تي 3.5، وبيشتغل بشات جي بي تي 4، وبيشتغل بكلاود انستنت وكلاود، يعني تقدر تختار اي واحده فيهم انت عايز انت تشتغل معاه. وهنا ممكن تقول له انا عايز اتكلم مع سوفت وير انجينير، فلو سالت اي سؤال هيجاوب كسوفت وير انجينير او هيلب فول اسيستنت. طيب ممكن نقول له احنا عايزين نتكلم مع الشخصية ديت مثلا ستار وور، حرب النجوم، هاري بوتر، الشخصيات كلها مارفل، اي شخصية حتى ممكن تكون انت مش عارفها تبدأ ان انت تدردش معي. هو بيذاع مركز على الانجليزي لكن برضو في العربي، يعني كل شوية بيتطور فيها. ممكن تقول له about your life. مع تحذير انت مش بتتكلم مع شخصية حقيقية، يعني هو مش هسأله سؤال مش موجود في الكتب وهيجاوبك عليها، تمام؟ لكن زي ما انت شايف الاجوبة ما شاء الله سريعة، تمام. ممكن تسأله عن الحياة، عن الموت، هيجاوب كأنه هو سقراط. فموقع جميل وبيحتفظ برضو بالدردشات بتاعتك، تقدر ترجع لها في أي وقت، تمام. وتقدر إن أنت تفعل الشخصيات لو أنت عايز تدردش معاهم تاني، تقدر تسأله أسئلة. دي ناس أنا اتكلمت معاهم قبل كده، لا سوبرمان كنت بسلم عليه وهكذا. لما ترجع للشخص الصفحة الرئيسية هتلاقي إضافة سقراط للشخصيات هنا، وتقدر أنت نفسك تعمل شخصية، أي شخصية عربية إسلامية، أي شخصية أنت بتحلم بيها تقدر أن أنت تعملها وتدخل لها المعلومات، بحيث أن هو لو حد اختاره بعد كده يقدر أن هو يجاوب.